معقول اللي انت بتقوله ده؟ لو سيادتك شفت اللي هو عمله ما كنتش هتصدق. لسه عاوز تسأل مين ديفيد شارلز سامحونا يا يسري؟ أكتر من الأول. طيب احكي لي اللي حصل من غير انبهار وانفعال. كل اللي أقدر أقوله لك يا مصطفى بيه إن ديفيد من ساعة ما خرج من اللوكاندا الصبح وهو حاسس بوجود شيمون بيري بتاع الوكالة اليهودية. وتعرف منين إنه ما حسش بيك إنت وفرانك؟ أنا فكرت في كده كتير. بالعكس أنا طول النهار وأنا بفكر في الموضوع ده. بس إيه؟ سكت ليه؟ اللي يخليني أشك إنه حس بيا أو فكر حتى في وجودي إن أنا ما قربتش منه خالص. ما خليتوش يشوف وشي لا أنا ولا فرانك. تفتكر؟ ولأن كمان ما كناش بنفضل مع بعض طول الوقت. ساعات كانت هي بتبقى في ناحية وأنا في ناحية تانية خالص. ثم مالك يا يوسف؟ لا 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 أنا مش عايز أأكد حاجة عشان ما نقعش في غلط إحنا في غنى عنه. إنما الأكيد إن ديفيد كان حاطط كل اهتمامه على شيمون بيري. طب وبعد ما ساب البيتسيريا؟ قلت إن من الغلط إن أمشي وراه لأنه أكيد كان هيحس بوجودنا. خصوصا إن شيمون بيري كان استسلم وقعد فعلا ياخد عشاء. لما قال لك كده قلت له ايه؟ وكنت عايزني اقول له ايه سنيور انطونيو؟ انا اول ما جيت اتكلم معاه ما ادانيش فرصه، جيت انطق سابني ومشي. وتعشيت؟ ما كانش قدامي غير اني اعمل كده، وما كانش ممكن امشي وراه، ما كانش ليه لزوم من اصله. اوكي، كفايه كده. كفايه ايه؟ كفايه مراقبه في نابولي. بونجورنو سنيور سامحوني. بونجورنو كوبيلو. الفلوس اتحولت من جنيف. اها. وده سك بالمبلغ من فرع البنك هنا في نابولي. في الحقيقه سنيور نحور كان ليه فضل كبير جدا في تحويل المبلغ بسرعه. سنيور نحور صديقك. صباح الخير سيد سامحوني. صباح الخير سيد نحور. ها الفلوس وصلت؟ بالتاكيد انا مدلك بالشكر. كوبيدو قال لي احنا هنا في خدمتك. ارجو إن الرسالة اللي بعتها لكم امبارح تكون وصلت. رسالة؟ يعني إذا كان في احتمال إن احنا نتعاون مع بعض في المستقبل فيجب إن احنا نفهم بعض كويس علشان ما يحصلش بينا أي سوء تفاهم. أخشى مسيو سامحونا إن ما كنتش فاهم قصدك بالظبط. وأرجو إنك تبلغ المسؤولين بتوعك إنهم يوفروا جهد لمراقبتهم هنا. يعني كلها اسبوع او اتنين بالكتير وحكون تحت تصرفهم في تل ابيب. مسيو سامحون عن اي مراقبه بتتكلم؟ وارجوك تبلغهم لما يحبوا يفتشوا غرفتي انهم يبعتوا واحد محترف علشان ما يسيبش اثر. وليه ما يكونش المصريين هم اللي عملوا كده؟ مستحيل. ليه؟ اولا لان المصريين ما لحقوش يكتشفوا ان انا اللي خرجت عشان يلحقوا يبعتوا ورايا حد بالسرعه دي، والا ما كانوش خرجوني اصلا من مصر. يبدو ان معاك حق سيد سامحون. وثانيا لان المصريين مش بالسذاجه دي. في ثالثا؟ انا اعرف المصريين كويس وليا خبره معاهم، واحب اقول لك ان ده مش اسلوبهم باي شكل من الاشكال. عموما مسيو سامحون اذا كان ده حصل مننا يبقى اكيد في خطا معين. انت عارف ظروف الوطن في المرحلة دي، وعارف قد ايه اجهزة الامن متعددة، ولازم في لحظة معينة يحصل تضارب. ها وايه اخبار الجماعة اللي جم من مصر؟ عشان كده انا جيت لك النهاردة. الموقف زي ما هو ده ان ما كانش بيزداد سوء. ازاي؟ مسيو عزرة. ماله عزرة؟ لحد امبارح كان موقفه طبيعي، لكن يبدو ان البعض اثر عليه فغير رايه وقرر انه يسافر الى فرنسا عند ابن عمه في باريس. غريبه. والاغرب من كده لما اتكلمنا معاه بخصوص سفرك اكد لنا انك هتسافر لفرنسا عشان تنتظر مسيو سامحون الكبير هناك. هو قال كده؟ ما كانش قدامنا غير اننا نسالك اذا كان ده صحيح. اقدر اقابلهم امتى؟ اي وقت تحدده. النهاردة الساعة 7 يناسبكم؟ أي وقت، أي وقت. كان في موضوع كده كنت عايز أناقشه معاك. أي موضوع؟ أنت مش شايف إن اهتمامكم الشديد بيا ده
ممكن يلفت نظر البعض هنا. اخشى مسيو سامحون ان ما اكونش فاهم قصدك بالظبط. الاهتمام الشديد ممكن يخلي المصريين يهتموا بانهم يعرفوا انا مين. مسيو سامحون، تاكد انك هنا تحت الحمايه الكامله لينا، وده ممكن يكون تفسير مرضي بالنسبه ليك فيما يختص بوجود شخص ربما يكون مكلف بحمايتك. حمايتي انا؟ بالتاكيد. وحمايه مسيو سامحون اللي في اسكندريه ما فكرتوش فيها؟ بالتاكيد. الامور في مصر، الامور في مصر انا اعرفها اكتر منكم. اما عن حمايتي الشخصيه فده امر ارجو انكم تتركوه ليا وانا كفيل بيه. اعتقد انكم عندكم فكره عن تجربتي مع المصريين على الاقل خلال السنه اللي فاتت. بالتاكيد. انت تاريخك يا سيد نحور، انا مش قلقان الا على الراجل اللي اداني اسمه وعرض نفسه وبناته للخطر. ما تنسوش ان البنتين دول يهود. مسيو سامحون، اقدر اعرف بالظبط ايه طلباتك؟ هو طلب واحد بس.